وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم في مقدمة مودعي أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن عبد الله الثاني لدى مغادرته البلاد. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري.